السلام عليكم الدري. اخيرا حكيم زياش كاساسي بعد ما تبقى فقط جولتين على انتهاء الدوري الانجليزي، بعد ما لعب لي ماتش الكبار ديال الشامبيونز ليغ ودال كاس الاتحاد والفينالات، عاد باش اعتمد عليه اليوم بحيث انه 12 ماتش ما لعبش كاساسي وكان فقط كيدخلوا في اخر الدقائق رغم انه كان قدم مسوج كبيره شحال هادي. المهم نبداو بالتفاصيل وشنو قدم حكيم زياش بعد التشكيله الاتيه. مهدف حراسة، ثلاثة ديال الديفونس، روديغر تقريبا مقالي فقط هاد المباراتين وغادي يمشي ريال مدريد، كين سيلفا صاحب 37 عام وتشالوبا وصل ميدان جورجينيو كانتي جيمس والونسو. ثلاثة الهجومي حكيم زياش لوكاكو بوليسيت، بحيث ديما يلعب لوكاكو وضروري خاص يلعب مع زياش اللي قريب ليه من ناحية لي باس كما شفنا في هذا الماتش. بوليسيت صراحة ما عرفتش نطرى ليه في آخر المباريات، نقص بزاف صراحة على الموسم اللي فات. الشوط الأول كان صعيب باش تخترق الدفاع ديال ليستر رغم ان السدات كانوا عالميه ديال حكيم زياش، اللي وحده كانت قريبه من المرمى محاديه وواحده اخرى ضربت في اللاعب المدافع، لكن عموما الشوط الاول كان في اخطر اللاعبين جيمس وزياش. ليستر سيتي بعد محاوله وحيده في الشوط الاول سجلوا عن طريق اللاعب المهاري اللي باغي فرق كبير في انجلترا اللي هو ماديسون، لكن بعد ذلك اظهره ديال الخدمه ديالهم بحيث الخطه ديال توخيل كتعمد الاظهره اللي كيلعبوا كاجنحه اللي هو ماري جيمس تمريره والونسو انهى طريقه جميله باش جايه باش عطاها. الشوط الاول كان تعادل. الشوط الثاني مدرب توخيل حاول يلقى شي ثغره او شي حل باش يخترق الدفاع ديال ليستر اللي واقف مزيان رغم انهم كيلعبوا كره مفتوحه وصعاب في الكونتر اتاك، لكن هذا الماتش هذا رجعوا اللور. زياش ما لقاش حلول بزاف لكنه لي باس واعرين صراحه، واحد الكره عطى لوكاكو في الراس ديالو وتلاعب من تشيلسي ما كيعطي لوكاكو بهذيك الكرات، لكن مشات محاديه بحيث اللاعب البلجيكي ما كانش في النهار ديالو، بحيث ان زياش كان متحرك وقدم مباراه كبيره تقريبا انشط لاعب في الهجوم ديال تشيلسي في المباراه من بعد التغييرات ديال توخيل اللي عرفنا في الشوط الثاني. لكن عموما باش ما تلعبش 12 ماتش وتقدم بحال المستوى ديال التسديدات والتمريرات وتلعب كفره بديك الطريقه رغم انها كانت خاصها شويه لافورس، لكن عموما راضي على المستوى ديالو وكنتمنى يرجع للمنتخب المغربي في اقرب وقت ممكن. وعلاش زياش خاصو يغادر من الاحسن ليه؟ بحيث كما شفنا ديما زياش ملي كيبغي يخرج يقلب على الكره ديجا جيمس لاعب كجناح الخطه ديال توخيل، يعني المكان ديالو ديجا عامر بالتالي كيبقى حدا البوكس وكمره مره كيخرج يقلب على الكره، لكن هاد القضيه صعيبه بزاف حيت مع اياكس امستردام كما شفنا كان ديما في الجناح وكان كيقيس كرات بزاف وكيلقى عنده العديد من الحلول. الله يولي فراسكم.